السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع تحديث جديد. تحديث الأسبوع التاسع من السيزون التاسع، باقي أقل من 20 يوم على نهاية السيزون. فلو ما خلصت التحديات، ولو أنك ما أخذت قطع الفورتنايت كلها، فتأكد أنك تخلص كل شيء. بتلاقي بلاي ليست في الوصف فيه شرح لكل التحديات الماضية ولكل أماكن قطع الفورتنايت، وبشوف شرح كامل لكل تحديات الأسبوع التاسع وبعدها مكان نجم السيء الخاص بالأسبوع. لا تنسوا تحطوا لايك على المقطع، والحمد لله كملت 9 أسابيع في السيزون. فلو حاب تدعمني تقدر تستخدم كود لايتم شوب سيو 3 حروف بس، وبيكون دعم اسطوري. وكمان تقدر تنور على قناتي في تويتش، بتلاقي رابط في الوصف. اخليكم على المقطع ومشاهده ممتعه. نبدا بالتحدي الاول اليوم، تحدي سهل كثير. قم باستخدام تشيك سبلاش او تشيك تشيك 3 مرات، ولكن في ايام مختلفه. التحدي سهل بسيط وواضح، ويحتاج شوية حظ عشان تقدر تلاقي تشيك سبلاش الغرض الجديد، او التشيك تشيك اللي يجيب اللون الذهبي واللي تلاقيه على الاغلب في الدروبات. المهم روح دور في الصناديق، على الارض، في الدروبات، او على البيع، لين ما تلاقي واحد من الغرضين واستخدمهم راح تاخذ نقطة. وعيد نفس الشيء لين ما تكون استخدمتهم في 3 جام مختلفة، وكذا نكون خلصنا اول تحدي. التحدي الثاني اسهل من الاول، وبيكون زيارة اماكن. والتحدي يقول قم بزيارة الالواح الشمسية الموجودة في المنطقة الثلجية والمنطقة الصحراوية والغابات. لازم تزور 3 أماكن فيها ألواح، وعادي بترتيب اللي تريده، أهم شيء إنك تزورهم كلهم، وعادي في جيم واحد أو في أكثر من جيم. والمكان الأول هو المنطقة الثلجية، وعند مطار فروستي فلايد راح تلاقي الألواح الشمسية قدامك. اللي لازم تسويهم إنك تقرب منهم وخلاص، كذا تكون جبت أول نقطة. المكان الثاني هو الصحراء، وهالمرة الألواح بتكون قريبة كثير على بارادايس، وبين بارادايس وبيت جون ويك بالضبط راح تلاقي الألواح. قرب منهم وكذا نكون خلصنا ثاني نقطة. المنطقة الثالثة والأخيرة واللي هي الغابات، وقريب من البركان ومدينة سان ستيبس راح نلاقي الألواح الشمسية الأخيرة، وكذا نكون مرينا على 3 أماكن وخلصنا التحدي. التحدي الثالث تحدي مراحل، وبيكون من 5 مراحل، ويمكن يطول معك التحدي شوي. وفي المرحلة الأولى قم بقتل لاعب واحد باستخدام الأسلحة الرمادية. لازم تدور وتلاقي على أي نوع من الأسلحة اللي تكون باللون الرمادي، وطبعا هذا شيء سهل كثير، مثل الاس ام جي أو الرشاشات وغيرهم، وتقتل لاعب واحد بس فيهم، وكذا تكون خلصت أول مرحلة. المرحلة الثانية نفس الشيء، اقتل لاعب واحد بس هالمرة باستخدام الأسلحة اللي باللون الأخضر. المرحلة الثالثة اقتل لاعب واحد باستخدام الأسلحة اللي باللون الأزرق. المرحلة الرابعة اقتل لاعب باستخدام الأسلحة اللي باللون البنفسجي. والمرحلة الخامسة والأخيرة قم بقتل لاعب واحد باستخدام الأسلحة الذهبية، وكذا نكون خلصنا التحدي، وتحتاج 5 أيام على الأقل عشان تقدر تخلصه. التحدي الرابع قم بتدميج أو بإحداث ضرب بمجموع 500 على منطقة الهيد أو الرأس. اللي لازم تسويه هنا هو أنك تدمج اللاعبين اللي ضدك بضربات هيد شوت باستخدام أي سلاح، ولو جمعت 500 دمج في جيم واحد او في اكثر من جيم فراح ينحسب لك التحدي. ولو تريد تخلص التحدي بجيم واحد فانصحك تروح لطور تيم رامبل، وبكل سهولة شيل اي سلاح، طبعا جيب ضربات هيد شوت لين ما تخلص التحدي، وبيكون شيء سهل كثير. التحدي الخامس تحدي فتح الصناديق السهل، التحدي اللي تقريبا نشوفه كل اسبوع. قم بفتح 7 صناديق بالمجموع في مدينة ليزي لاجون او هابي هاملت. انزل المدينة اللي تكون ابعد عن الباص عشان يكون اسهل لك وما يكون فيها الزحمة، وحاول تفتح 7 صناديق لوت عادية. ولو فتحت 7 صناديق بالمجموع في جيم واحد او في اكثر من جيم في واحد من هالخريطتين فراح ينحسب لك التحدي. التحدي السادس تحدي القتل، قم بقتل 5 لاعبين في 5 مدن مختلفة. لازم تروح للمدن اللي عليها اسماء في الخريطة وتقتل فيها لاعبين، ولو قتلت لاعب واحد في 5 مدن مختلفة فكذا تكون خلصت التحدي. يعني مثلا تقتل لاعب في داستي، لاعب في تلتد، لاعب في ميجا مول. المهم انه في كل مرة تقتل لاعب في مكان مختلف عليه اسم، ولو قتلت لاعب في 5 مدن مختلفة في جيم واحد او في اكثر من جيم بتكون ختمت التحدي. التحدي السابع والاخير، وبعدها بنشوف مكان نجم السرية. تحدي شوي غريب بس شفناه في السيزون الماضي. قم بإحداث ضرب بمجموع 200 على اللاعبين اللي ضدك بعد 10 ثواني من هبوطك من فوهة بركانية. قبل ما تتعقد ترى التحدي مو صعب ابدا. اللي لازم تسويه هو انك تطير باستخدام الفوهة البركانية، وبعد ما تلمس الارض عندك 10 ثواني بالضبط عشان تدمج فيها اللاعبين. واي دمج تسوي في هذه 10 ثواني فراح ينحسب لك في التحدي لما تجمع 200 دمج. يعني ظل طير باستخدام الفوهات البركانية، وانزل على اللاعبين بالضبط اللي تشوفهم، انزلهم على طول وحاول انك تدمجهم اسرع وقت لما تخلص التحدي. قبل ما نروح لمكان النجمة السرية، ولو انك حاب تدعمني لان كثير يسحبوا على الكود،
بتقدر تستخدم كود الايتم شوب سيو اس اي او ونروح للنجمة المخفية واللي هالمرة مكانها سهل كثير. تأكد انك مخلص كل تحديات الاسبوع عشان تطلع لك النجمة واللي ترفع تير كامل في الباتل باس، يعني خذها بتفيدك كثير. والنجمة موجودة في مدينة ميجا مول وعند المدخل على طول، راح تلاقي معرض وفي سيارة واحدة عند المدخل، وفوق السيارة بالضبط راح تلاقي النجمة السرية، شيلها وكذا تكون خلصت كل شيء خاص بالاسبوع. اشتركوا فعل الجرس عشان توصلكم التحديات وقطع الفورد بات اول ما نزلهم، واللي حط لايك شكرا اريغاتو. اشوفكم في المقاطع الجاية ومع السلامة.